الزيبق. أنت إذن هو الزيبق الذي أزعجنا وأقلق راحة الناس. إنني أنا الزيبق يا مولاي، ولكنني لم أقلق راحة الناس، بل راحة ظالمي الناس. أتقصدنا نحن يا فتى؟ معاذ الله يا مولاي. وإذن؟ هؤلاء هم الذين تصديت لهم بالذات. لقد تأخرنا يا مولاي، والناس ينتظرون منكم حكم الحق والعدل. بما أن المدعو علي بن حسن الغول الملقب بالزيبق قد خرج على طاعة الوالي وعبث بالشرائع وارتكب الآثام المحرمة، كما عبث بأمن الناس وسلبهم أموالهم، فإننا نحكم عليه بالشنق حتى الموت. بلاغ من الوالي إلى الرعية. نحن الوالي قد حكمنا بالموت شنقا على المدعو علي ابن حسن الغول الملقب بالزيبق، وذلك جزاء له على ما اقترف بحق ولايتنا ورعايتنا من الجرائم والآثام، وسيتم شنقه علانية في ساحة السلاح ليكون عبرة للناس أجمعين عند شروق شمس يوم الخميس القادم. سالم. نعم يا سيدتي. هل نتركه بين أيديهم حتى يشنقوه يا سالم؟ لو استطعت أن أفديه بروحي لما توانيت عن ذلك يا سيدتي. سأحاول إخراجه من السجن كما أخرجت المرحومة قبل 20 سنة. هيهات يا سالم، في تلك الأيام كنت فتى خفيف الحركة ممتلئا قوة وحيوية، أما الآن. على أي حال لابد من المحاولة، لن أعتبر نفسي من الأحياء ما دام علي في خطر. دعني أفكر يا سالم، سألجأ للرحمن الرحيم لعله يهديني لما أفعله لإنقاذه.
يا مجنونة، يجب أن تفرحي وتشكريني لأنني ساعدتك في الانتقام منه. علي، علي لا ذنب له فيما كان بين أبي وبين أبي. ماذا تقولين؟ لابد أنك مجنونة بالفعل. ليتني كنت مخبولة، ليتني كنت لا أحس ما يجري في هذه الدنيا، لا أحس شيئا ولا أعي شيئا. أرى أنك رجعت إلى محبته. بعد اليأس يرجع الحب أقوى. يجب أن ترسم عليه اسم دليلة. نعم دليلة، سأرسم اسمها فوق صدري، فوق موضع القلب، وسأترنم به ما حييت. لماذا لا تتزوج منها وتعيشان معا؟ أليس هذا أفضل؟ إن كان لابد من الزواج فالأحرى بي أن أتزوج من زينب الصبية الزاهية. ولكنها صغيرة بالنسبة لك، وليس من الحكمة أن يتزوج كهل في مثل سنك من صبية في مثل سنها. حكمتك هذه قادتنا إلى أوخم العواقب. أنا الآن على حكمة دليلة، الحكمة الواقعية التي تحلل وتحرم حسب منفعة صاحب. أنت حر فيما تفعل، ولكني أنصحك بألا تفعل هذا الأمر بالذات. مستحيل يا فاطمة، لا تلحي في الطلب. بل إني أتوسل إليك يا سيد الوالي. بدل أن تتوسلي إلي كان الأحرى بك أن تنشئ ابنك علي تنشئة صالحة وتجعليه يتخلق بأخلاق فاضلة. صدقني إن هذا هو ما فعلته. ومع ذلك غدا معوج الخلق، صنعته الاعتداء على الناس وسلبهم أموالهم. ليس الأمر كذلك يا سيد الوالي، وإنني لا أتمنى أن تحتكموا إلى الناس في هذا الأمر. عندئذ تعرفون من الذي اعتدى عليهم ومن الذي وقف يدافع عنهم. إنك تضيعين وقتي هباء. هل آمر من يرافقك إلى البيت؟ أنا لا أحتاج إلى من يحميني من الناس، إنما أنا بحاجة إلى من يحميني من رجالك يا سيد الوالي. أخبروني بأنك تريد أن تجتمع بي هنا على انفراد. أهلا بالسيدة العظيمة. أهلا. ماذا؟ هل هناك زيبق جديد؟ ما دمت تضحك فهذا يعني أنك في أمان. نعم أنا في أمان وسعيد كل السعادة. إذا ما حاجتك بي؟ أنا دائما بحاجة إليك. دائما؟ لا، أنا أجهز نفسي للعودة إلى بلدي وديواني. بهذه السرعة؟ لم يعد هنا ما يشغلني بعد أن أوصلت بالزيبق للمشنق. ولكنه لم يشنق بعد. نعم، بقي في عمره 3 أيام، وفي اليوم الرابع سأسافر بعد أن أشاهد جثته مدلة من المشنقة مثل كيس فارغ. طيب، سنترك الزيبق ينتظر معنا تلك الساعة ونلتفت إلى شؤوننا الخاصة التي شغلنا عنها. شؤوننا الخاصة؟ أعني حياتنا الخاصة. أريد أن تكون بيننا رابطة خالدة تذكرني بك دائما. صلاح، لا تلف حول ما تعنيه أرجوك،
فأنت تعرف أنني أحب أن يقول المرء مباشرة دون لف أو دورة. أخشى أن يكون ما أريده صعبا عليك. وما الذي يصعب على دليل؟ أتحداك في أن تذكره لي. معك حق، لا شيء يصعب على قاهرة الغول والزيبق. وإذن؟ إن ما أريده منك بل ألتمسه هو يد ابنتك زينب. معذرة إن كنت أزعجتك. ماذا تريدين؟ أريد أن أرى السيدة دليلة. دليلة ليست هنا. أنت ابنتها زينب؟ نعم. من أنت؟ وماذا تريدين من أمي؟ أنا أم علي، أعني الزيبق. لماذا هذه الحيرة يا دليلة؟ بصراحة يا صلاح لم يعد لي أي سلطان عليها. يبدو أنها تكرهني. تكرهك؟ نعم، وخاصة الآن بعد أن ساعدتني في الإيقاع بالزيبق. باتت صموتة كئيبة ومنطوية على نفسها. لم يعد أي شيء يستهويها، حتى النزهات على شاطئ النيل التي كانت تحبه. أنت الآن تلجأين إلى اللف والدورة. صدقا أقول لك يا صلاح إنها لن تقبل. لن تقبل بي أنا زوجا لها؟ أنا صلاح الكلبي؟ إنني لا أوافقها على موقفها منك، ولكنها عنيدة وسرعان ما تمرض إن أنا أجبرتها على ما تكره. لابد أن تجدي طريقة، أنا واثق من هذا. دليل التي لم تعجز عن أي أمر يعجزها أمر ابنتها وهي ولية أمرها. إن هذا الأمر عجيب، ولكن ما الذي جعلك تحبينه في البداية ثم تكرهينه إلى هذا الحد الذي وصلت به إلى المشنقة؟ أحببته حين كنت أظنه جريئا مجاهدا في سبيل الخير والحق. لم أكن أعرف حقيقة أمره، وحين عرفته عرفت أنه ابن قاتل أبي كريدو. لا يا زينب، أنت مخطئة. قد حدثني أبوه بكل ما جرى له مع أمك. هل قتل أبي أم لا؟ هذا هو المهم بالنسبة لي. صبرا بالله يا ابنتي، دعيني أشرح لك ما جرى بصدق ثم احكمي أنت بنفسك. إن كنت تكرهين عليا فهذا شأن، لكن لا تظلميه يا ابنتي، فالظلم شر حرمه الله وكره به عباده. ولا أظن أن فتاة مثلك تحب الخير ترضى بأن تكون ظالمة. لقد كان أبوه حربا على الشر، وكان لا يهنأ له عيش وهو يرى الشرور من حوله، فآل على نفسه أن لا يهدأ ولا يستريح حتى يقضي على ذوي النفوس الشريرة. قد أخبرني بأن أباك كان أحد المعاونين عنده، كان مسالما لا يحب الشر ويخشى التورط في أي مأزق، لكنه كان واقعا تحت سيطرة أمك لا يجرؤ على مخالفتها. أبي؟ نعم يا ابنتي، هذا ما عرف عنه بعد فوز أمك. يمكنك أن تسأل الذين ظلوا أحياء من رفاق أبيك. فحين غلبت أمك أحمد الدنف ومعاونه أبا علي، طلبت من أبيك أن يقتل أبا علي.
رغم أنه كان يتأهب للسفر مبتعداً عن كل مطمع، ورغم أنه لم يحاول أن ينتقم من أمك، فضل أن يعود إلينا ويستقر هنا في بلده. وبعد؟ وبعد يا أم علي؟ وبعد لم يكن أبوك ليجرؤ على مخالفة أمك. كان أبو علي عند أحمد الدنف يودعه قبل بدء سفره، حين دخل عليهما أبوك على رأس جماعة من رجاله يهاجمونه بسيوفهم، فاضطر للدفاع عن نفسه يساعده أحمد الدنف. ولو لم يكن هو وأحمد الدنف من أشد الرجال بأسا لقتلاهما الاثنين. إلا أنهما قتلا والدي. كانوا في معركة، معركة أرادتها أمك وبدأها أبوك، وفي المعركة لا بد من قتله. فلو أن أباك لم يمتثل لرغبة أمك لما قتل في ذلك اليوم على الأقل. تريدين أن تقولي بأن أمي هي التي دفعته إلى الموت؟ كانت تعرف شدة بأس غريمها، كان أبوك رجلا ضعيف القلب. أرجو عفوك يا ابنتي، لابد أن تعرف الحق، لهذا يجب أن أكون معك صريحة، لا أنافق ولا أجامل. وما دمت أنت نفسك متضايقة من ملازمتها لك وتحسين بأنها عبء على حريتك، فإن اتفاقنا يعني أن تتخلصي من هذا العبء. اتفقنا؟ على زواجي من ابنتك زينب؟ على زواجك من ابنتي زينب. عيديني يا ابنتي بأن تجبري أمك على عودة علي إلينا، أعني إلي أنا على الأقل. سأبذل جهدي. لا تخذليني كما خذلني الوالي يا زينب. يا أم علي يائسة، أمي لن ترضى بفكاك الزيبق حتى لو ضحت بي أنا نفسي من أجل هلاكي. على كل حال أنا لا أطلب منك إلا أن تفعلي ما بوسعك لتبرئة يدك أنت من دمه، هو لم يصل إلى المشنقة إلا بسببك أنت وبموافقتك أنت أيضا. أقول لك وداعا، وأنا أتمنى أن أقول إلى اللقاء. Thank you.
الكلاب! أيها المحتالون! أخرجوني من هنا! منصور! إنني آسف يا أخته. هل سمعتم بالخبر؟ لماذا لم يحضر أبي معك؟ إن صحته لم تعد تتحمل الأرزاء يا فاطمة. تركته طريح الفراش وجئت أرى حقيقة ما سمعناه. ولكن كان من الأفضل أن تبقى إلى جانبي. كنت محتارا بينه وبينك، وهو الذي حسم حيرتي وأمرني بأن أحضر إليك لأكون إلى جانبك في شدتك. ماذا فعلت من أجله؟ فعلت كل ما وسعني، حتى ابنة دليلة ذهبت أتذلل لها وأرجوها أن تسعى لإنقاذه. ابنة دليلة؟ ولكن سمعنا بأنها هي التي مكنت أعداءه منه. نعم، ولكنها كانت تحبه، فأردت أن أستغل هذه الناحية. إنها كما وصفها علي، فتاة نقية القلب، محبة للخير. وهل تعتقدين بأنها ستسعى إلى إنقاذه؟ إنني لا أعتقد شيئا. إنما فعلت ما فعلت مدفوعة بأمل قد يكون وهما. على كل حال، على كل حال سننتظر حتى آخر ليلة، فإن لم تنجح سيدتي في مسعاها سأحاول خطفه بمساعدة أحمد. من هو أحمد هذا؟ كان من أعوان المرحوم وقد طرد معه، وهو رجل شديد البأس يشتغل الآن مدربا للمصارعين في ميدان السلاح. سوف أكون معكم. ماذا تقول؟ نعم يا أختاه، لن أتركهم يجعلونك شقية إلى النهاية. بل ستفعلين ما أقوله لك. أمي، ما لقد ولدت شقية، عشت عمري كله شقية بسببك، فلماذا تريدين أن تزيدي في شقائي؟ الزواج بالنسبة لفتاة كسول مثلك لا يعني الشقاء. هذا صحيح، حين يكون زواجا معقولا. وما هو عيب صلاح الدين؟ إنني لا أطيقه، فضلا عن أنه بلغ الكهولة. هذا هو الكلام الذي لا يصدر إلا عن الحمقى. أبيني حمقى، أبيني غبية تماما. إن واجبك كأم أن تسعي إلى سعادة ابنتك لا إلى شقائها. أنا أسعى إلى منفعتي ومنفعتك، أما السعادة التي تتحدثين عنها فما هي إلا أوهام الضعفاء والحمقى. أنا ضعيفة حمقاء. إذن يا ابنتي أطيعي أمك دليلة الذكية القوية، فهي أعرف منك بما هو مفيد وغير مفيد. بما هو مفيد للشر، هذا ما يعنيه لك المفيد في هذه الدنيا. سبق لي أن أخبرتك بأن التسميات مسألة لا قيمة لها. ما يفيدك أنت هو الخير، وما يضر بك أنت هو الشر، هذا هو الصواب. حتى لو أضر بغيري، ما لك أنت وغيرك؟ بهذه الروح، بهذه الروح أرسلت أبي إلى حتفه. كنت تريدين قتل حسن الغول لتشفي غليلك، لخيرك أنت حسب تعبيرك، غير سائلة عن أبي، وأنت تعرفين أنه أضعف من مواجهة حسن الغول وصراعي معه. من الذي أخبرك بهذا؟ المهم هو الصواب، وليس من أخبرني به. أي صواب يا بلهاء؟ أنك أنت أرسلت أبي إلى الموت. أرسلته في مهمة ولم أرسله إلى الموت. بأي صفة أرسلته في مهمة؟ بصفتي آمرته وبصفته من أعواني. أنت آمرته؟ نعم، وآمرة غيره من الرجال، آلاف الرجال. ومن بين آلاف الرجال هؤلاء لم تختاري سوى زوجك الضعيف المحكوم بعشقه لك لترسليه في تلك المهمة. حسبت أنه سيدفع عني خطر المجرم العتي حسن الغول. حسن الغول كان على أهبة السفر،
ولم يكن يفكر بالتصدي لك. عجبا، ألا تقولين لي من أخبرك بهذا؟ إذن هو صحيح. هذا يعني أنك كنت تواقة للتخلص من أبي، من زوج كان عقدا في خططك الشريرة، لأنه كان مسالما ويعارض كل ما تفعلين. اخرسي! صدق صلاح الكلبي، فإنك ستظلين مصدر مضايقة لي، لهذا سأجبرك على الزواج منه لأتخلص منك على الأقل. لماذا لا تقتليني كما قتلت أبي من قبل؟ اخرسي! أريد أن أسمع صوتك بعد اليوم يا زينب، وغدا صباحا ستذهبين إلى قصر الكلبي لنعقد قرانك عليه، بل قراني على الموت. لا خيار لك، فإما الزواج منه وإما أن تبقي أنت هنا وأسافر وحدي. لا أريد أن تلازميني بعد اليوم يا زينب، لا أريد. زهور الفرحة لأجمل زهر. هي في الحق أجمل زهر، ولكن الفرحة هي التي يشك في أمرها. أتظن بأنها لن تقبل بالزواج مني؟ حتى لو قبلت مضطرة، فإن زواجا كهذا لا يأتي بالفرحة. سبق أن أبديت لك رأيي. سيدي، أين الشيخ المأذون؟ سيحضر بعد ساعة واحدة يا سيدي. حسناً، اذهب وأخبر رجب بأن يهيئ لنا طعام العشاء الليلة لوليمة فخمة. أمر سيدي. اسمع. نعم يا سيدي. سأشرفك بأن تكون شاهداً على عقد قراني. بالطبع يا سيدي بالطبع، هذا يشرفني ويسعدني. هيا يا زينب انهضي، لا خيار لك كما قلت. اذهبي واتركيني ما دمت لا تريدين رؤيتي. ستتزوجين من صلاح الدين رغم أنفك. من الذي يرغمني؟ أنا. أرغميني إذن. وبعد يا زينب، ماذا تريدين؟ لم أقل لك بأني أريد شيئا. ألا تريدين أن تتزوجي أبدا؟ لم يعد يهمني الزواج. البنت يجب أن تتزوج يا ابنتي، هذا هو قدرها. أنا أعرف مثلك أن صلاح الدين يناسب أن يكون لك أبا وليس زوجا، ولكن فكري في مركزه، فكري فيما يملك من أموال، فكري بأن كل ما يملك سيؤول إليك وإلى أولادك. إنني أبحث عن هناءتي، الأموال وحدها لا تعطيني من الحياة ما أريد. أنت واهمة يا زينب، ولا زلت تفكرين بعقلية الصبايا الصغيرات. على كل حال يجب أن أصارحك بأنني لست مضطرة لأظل مشغولة برعايتك بعد أن بلغت هذه السن. قلت لك اتركيني ما دمت لا تريدين رؤيتي. يبدو أن هذا ما سأفعله. إذن
أرجو أن ينهي الكلام في مسألة زواجي وفي غيره، إلا إذا فعلت ما أريده. ماذا تريدين؟ أتزوج من صلاح الدين الكلبي مقابل إطلاق سراح الزيبق. الزيبق؟ وما الذي يهمك من الزيبق الآن؟ لا أستطيع أن أتحمل ما حدث. لماذا؟ إن لي ضميرا كما تعلمين، وإن ما فعلته مع الزيبق يبدو لي خسة مني وظلما. إنه ابن قاتل أبيك. أظن أننا تكلمنا في هذه المسألة كثيرا وانتهينا إلى قناعة عادلة. بالنسبة لي الزيبق بريء. بريء؟ بريء من دم أبي، وعلى حق فيما فعله مع صلاح الدين وأعوانه. لم أعد أطيق الانتظار. اذهب وانظر سبب تخلفهم. أظن أن دليلة فشلت في إقناعها. لا بأس، في الحالتين كان عليها أن تحضر ولا تتركني أنتظرها النهار بطوله. عدم المؤاخذة، أخرتني زينب. إنها تشترط الآن إطلاق سراح الزيبق. هي تشترط هذا؟ نعم، مقابل أن تتزوج منه. أليس هذا شرطا غريبا؟ المهم أنني لن أقبل شرطه، فإن كنت أنت تقبله فإنني أتخلى لكم عن الأمر كله وأسافر حالا. لا، لن أقبله. إذا أطلقت سراح الزيبق فكيف نهنأ بعيشنا؟ وماذا أفيد أنا على الخصوص من زواجي منها؟ قلت لها هذا الكلام نفسه. وبعد؟ وبعد لا شيء، إنني أنتظر موت الزيبق ثم أسافر حالا تركة إياها هنا. هذا ما عزمت عليه. ورغم هذا أصرت على ما تريد؟ هل هذا يعني بأنها ما زالت تحبه؟ هذا هو المؤكد، وإن كانت تدعي أن ضميرها يعذبها لاعتقادها بأنها ظلمت. يا لها من فتاة رقيقة. فليشنق الزيبق. نعم، الآن يجب أن يشنق مرتين بدلا من مرة واحدة. علي منصور؟ علي، ما الذي أتى بك إلى هنا؟ لا وقت للكلام، ارتدي هذه الملابس وسرعة. أحمد وسالم ينتظران في باحة السجن. هيا. يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي،
أمي أمي أمي، لا بأس عليك يا أمي أمي. هرب؟ نعم يا سيدي، دخلنا نريد أن نأخذه إلى المشنقة فلم نجد له أثرا. كيف؟ كيف هرب؟ الحراسة شديدة عليه. لا أدري يا سيدي، المقدم عثمان يتولى الآن تحقيق بالأمر، وقد أرسلني لأنذرك خوفا من أن يتسلل الزيبق إليك لينتقم منك. نعم هذا صحيح، أخبر حراس القصر بأن ينتبهوا وأن لا يدخلوا أحدا مهما كانت صفته. أمرك سيدي. يا للمصيبة، ألن ننتهي منه أبدا؟ زينب، لماذا تنامين على هذا الوضع؟ نهضي، هيا إلى الفراش. مهلا. آسف لإزعاجك يا سيدتي. هل جئت لترافقني إلى ميدان السلاح؟ بل جئت لأصحبك إلى الديوان. أي ديوان؟ إلى ديوان الشرطة. لماذا؟ هل فرغتم من شنق الزيبق دون حضوري؟ الزيبق هرب من السجن يا سيدتي، لهذا جئت أصحبك إلى الديوان بناء على أمر المقدم صلاح الدين. ماذا؟ ماذا قلت أيها الشرطي؟ الزيبق هرب من السجن؟ نعم. يا إلهي يا إلهي، إذن لن يشنق، لن يموت. لن أنسى فضلك هذا أبدا يا خالي. إنما فعلته واجب وليس فضلا يا علي. هيا دعونا نرحل من هنا. إلى أين؟ إلى قريتنا، يجب أن نبتعد عنهم جميعا. أعذريني يا أمي، أنا باق هنا حتى أغلبهم. إذا كان خالك قد نجح هذه المرة في إنقاذك، قد لا ينجح في المرة القادمة. لن يمسكوا بي هذه المرة يا أمي، أؤكد لك. وما الذي يجعلك متأكدا؟ لأنني لم أعد أهتم بزينب. ولا غير زينب، يجب أن نبتعد عنهم نهائيا. وفي قريتنا سوف أزوجك من الفتاة التي تليق بك أكثر من زينب. مرة أخرى أرجو أن تعذريني يا أمي، اذهبي أنت وخالي منصور للاهتمام بجدي، وبعد أن أصفي حسابي مع دليلة سألحق بكم. إذن سأبقى هنا. اذهب يا منصور وطمئن أبي وابقى بجانبه. إنني أفضل أن أبقى مع علي، أعني مع الزيبق لأساعده. أنت أيضا يا منصور؟ ماذا أفعل يا أخته؟ لقد استهواني عمل الزيبق. يبدو أن لا مفر من أن نعمل جميعا يدا واحدة من أجل الخير والحق. ما شاء الله، فشلتم حتى في الاحتفاظ به في السجن. ثبت أن له رجالا في الشرطة نفسها تولوا تهريبه. لو كان له رجال في الشرطة لهربوه منذ أول يوم، بدل أن ينتظر حتى اللحظات الأخيرة التي سبقت موعد الشنق.
لو كان له رجال في الشرطة لما جاءت أمه تتوسل وتستعطف وتذل نفسها من أجل أن أعفو عنه. هل تعرفون أمه؟ إن مثلها لا يحني رأسه لأحد، مع ذلك حنت رأسها لي أنا وهي تستعطفني بكل جوارحها كي أعفو عنه. فهل كانت تفعل هذا لو كان له رجال في الشرطة يستطيعون إنقاذه في كل لحظة؟ يا مولاي أسكت أنت. أنت كما علمت في الليلة نفسها كنت تقيم حفلة في قصرك من أجل الزواج، وكان أحرى بك أن تهتم بواجبك في الحفاظ على الزيبق حتى اللحظة التي يتم فيها شنقه. القصد يا مولاي أن الذين هربوا الزيبق كانوا يرتدون زي الشرطة، وقد تسللوا إلى السجن بهذه الصفة، حتى إذا وصلوا إلى غرفته كمموا أفواه حراسه بالحيلة وكتفوهم وخرجوا بالزيبق. طبعا هذا هو الثابت. المهم أن صلاح الدين وعثمان قد أثبت فشلهما نهائيا. يا مولاي لن أقبل شفاعة فيهما. أرجوك يا مولاي أعطنا فرصة أخرى، وكما أنني بررت لك بوعدي وأمسكت بالزيبق فإنني أعاهدك على الإمساك به في أقل من يومين، وبما أنه كان محكوما بالموت وهرب فإن دمه قد هدر الآن، ونستطيع أن نقتله فور إمساكنا به حتى نستريح منه مرة واحدة. هكذا إذن. والآن؟ لا أدري، إنني محتارة وضائعة بقدر ما أنا شقية. لقد تخلت عني لأنني أبيت الزواج من الكلبي لعين، ولكن هذا ليس بذي بال. أنا أكره العيش معها. حسبي أنك نجوت من الهلاك الذي دفعتك إليه بيدي هاتين. زينب، لننسى ما كان بيننا من التباس وتعالي معي، سوف تجدين عند أم الرعاية التي فقدتها عند أمك. لا يا علي، اذهب وتابع طريقك، لن أكون عبئا عليك. هل ستكونين راحتي وهنائي يا زينب؟ لن تتركنا نرتاح ونهنأ معا. علي أرجوك اذهب قبل أن ترجع من ديوان الشرطة. زينب أنا لا أريد أن أفارقك. علي تعال إلي كلما سنحت إليك الفرصة، فهي حتما ستظل طيلة كل نهار مع صحبها من أجل العمل على هلاكك. لقد عاهدت الوالي على هلاكك خلال يومين اثنين. ما الذي ستفعله للوالي؟ لا أدري، فهي لم تعد تثق بي. لم تساعديها أنت فلن تقوى على مساعدة الوالي. أنا أساعدها كما ساعدتها في السابق يا زينب. ليتني مت قبل أن أتورط تلك الورطة. أنت لا تعرف كم كبدت من الشقاء في سبيل ذلك. كنت أهلك حزنا عليك يا علي. وأنا أيضا يا زينب، كنت طوال المدة وأنا في السجن لا أفكر بموتي ولا أفكر حتى بأعدائي. كنت أفكر تارة تعجبا في فعلتك أنت، وتارة حاقدا عليك. فقد كنت حريا بأن أتقبل الأمر لو جاء من أعدائي أو من أمك وحدها، أما منك أنت يا زينب؟ أدرك كم هو صعب، بل أدركته أنت هناك، وهذا ما زاد من حدة شقائي. المشكلة الآن يا زينب هي أن دليل أمك وأن انتصاري على أعدائي وإزاحتهم عن صدر الناس لن يتحقق ودليل تساعدهم في العمل. لا أدري. لو لم تكن أمك لما توانيت عن... أكنت تقتلها يا علي؟ زينب إنني أكره القتل، لهذا تجدينني أحاربهم بالحيلة والمقالب.
كان بإمكاني أن أقتل صلاح الدين مثلا منذ أول لقاء بيني وبينه. نعم علمت بهذا، ولعل صلاح الدين لهذا السبب عايش في رعب دائم منك. ما الفائدة؟ إنه الآن يحتمي بأمك. نعم يا دليلة، إننا منصتون إليك. أنتم ترون إذن بأن زينب لم تعد تصلح طعما للزيبق، فلابد أنه الآن يخشى الاقتراب منها. هذا صحيح يا سيدة دليلة، ولكن العكس ممكن. العكس؟ أعني أن تقترب هي منه. تعني أن يكون الفخ هذه المرة بسعي زينب نفسها إليه؟ نعم. أليست تحبه وتريد الزواج منه؟ وأين ستجده؟ ليس عسيرا عليها أن تجده ما دامت تحبه، بل إنني أجزم أنها تعرف مكانه منذ هرب من السجن. فكرة جيدة، سأذهب الآن لطرد زينب من الخان وأخبرها بأنها حرة في الذهاب إلى أي مكان، في حين يقف لها رجالكم بالمرصاد وهم متنكرون فيتبعونها أينما ذهبت. ما رأيكم؟ أهنئك يا عثمان، إنها فكرة عبقرية.